أول ما اكتشفوا إني عندي سرطان كنت خايف جدا، بس كان معايا اللي هون عليا. أمي كان كلها أمل إني أخف وأقف على رجلي من جديد. هنا عيلتي التانية اللي شاركتني رحلتي وتعلمت أكتر حاجة بحبها. ودلوقتي أنا خفيت وبساعد في 57-53 علشان أشارك أطفال كتير في رحلة علاجهم زي ما كل واحد هنا شاركني في نجاحي. في مستشفى 57-53 احنا مؤمنين ان دورنا ما بينتهيش عند العلاج وبس، بتبرعاتكو هنفضل نشاركهم ونشجعهم يحققوا احلامهم في المستقبل. مستشفى 57-53، رحلة علم هدفها الحياة.